السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله حابب إن أنا أشرك حضراتكم في الجزء اللي خلص من تركيب البولي. والموضوع اللي النهاردة اللي بنتكلم فيه حضراتكم هو طبعا شغل البولي كالعادة مفهوش جديد، ولكن الجديد أو التركاية اللي في الموضوع ده يعني إن أصلا ده تعديل. فكان في حمام هنا طبيعي كان منشأ وشغال سخن وبارد، وبعدين المواسير مدفونة تحت السيراميك، فالعميل حب ان هو عمل توسعة زيادة في المباني او في المنشأة يعني، وضاف مطبخ زيادة على مساحة اكبر، فحب ان هو طبعا يعمل تغذية السخن والبارد بالنسبة للمطبخ. ففي الحالة دي حبينا ان احنا عشان ما نكلفش زيادة طبعا برضو ان احنا نعمل سخان منفرد لوحده، هتبقى يعني ايه، بقت العملية مرهقة شوية. فنظر للنظر لتكاليف السخان، وطبعا برضو استخدام الكهرباء والموضوع ده كله، وانه الحمام المطبخ قريب يعتبر في ظهر الحمام، فيعني كده شفنا ان احنا السخان هيكفي الغرض بالنسبة للمطبخ والحمام. ولكن المشكلة كلها تكمن في ان حضراتكم الحمام طبعا متقفل سيراميك والمواسير مدفونة، فكانت قدامنا مشكلة ان احنا ازاي نغذي المطبخ ده سخن وبارد، ونعمل محبسين، واحد يتحكم على البارد والتاني بيتحكم على السخن، على اساس الاستفاده من الموضوع ده حضراتكم. واحد اي مشكله حصلت عندي في المطبخ هيبقى عندي سهوله التحكم على الخط البارد وخط السائع، على اساس ما يبقاش اكفل انا من العمومي بتاع اكرمكم الله من الحمام. فكده في الحاله دي وقف عندي حمام ومطبخ وكل الخدمات الخارجيه طبعا، فدي بتحصل مشكله، على اساس لو في اي مشكله حنفيه او خلاص بينقط او اي صيانه، هفصل المطبخ عن الحمام، هيبقى عندي الحمام شغال وعندي المطبخ برضه مستقل بذاته. ولو كان العكس المشكله في الحمام برضه هقفل الحمام عندي المطبخ شغال. فده الهدف ودي الميزه بتاعت المحبسين اللي شايفينهم حضراتكم دول. طبعا احنا كده لسه في الانشاء وفي التاسيس، لسه موضوع التربيط والخلطه والتظبيط، بس احنا ايه الفينش النهائي لسه يعني، ولكن حبينا نشك حضراتكم في الصوره اللي تمت. وكل الهدف في الموضوع ده ان احنا ازاي نبقى متحكمين في موضوع الصيانه عن طريق محبسين الدفن على السخن والساقع، وان احنا ما نكسرش في السيراميك. دي مشكله كده، مشكله التحكم في الصيانه تغلبنا عليها بجوز المحابس دول، لكن مشكله ان احنا ازاي، المشكله ان هي نغذي المطبخ سخن وبارد وما نكسرش في السيراميك حضراتكم. عندنا هنبدا بخط السخن اللي هو ده حضراتكم، المحبس اللي في الاسفل ده خط السخن ماشي معانا كده اهو، ده حضراتكم كان مطبخ خارجي، حاليا حوض مطبخ خارجي يعني. فاللي تم حضراتكم احنا خدنا كسرنا شويه دول عشان بس المكنه تخش معانا جوه ونقدر نلحم الحام سليم ما يجيبش معانا مشاكل. فاحنا ضفنا التيه زي ما شايفين حضراتكم، وخدنا مخرج التيه ده من مخرج السخن في ظهر الحمام طبعا، لانه كانت الجدار مش متبلط سيراميك لسه يعني. فكان ده طبعا خدمنا في الموضوع ده ان احنا كسرنا وركبنا التيه ده ورجعنا الخلاط تاني زي ما شايفين حضراتكم راكب كما كان يعني، وان شاء الله ده هيتشال وهيبقى المطبخ الجديد. فدي طبعا ده المخرج اللي احنا خدناه كده، يبقى تلاشينا موضوع التكسير داخل الحمام، دي نقطه كده. وخدنا السخن زي ما شايفين حضراتكم كوع في كوع طبعا، لان احنا مضطرين بالمخرج بتاع السخن ده في العالي، وهنا عندنا الكوع في كوع نزلنا بيه عشان يبقى فيه بين المحبس والمحبس هنا يبقى فيه مسافه عشان الفرش او الوش بتاع المحبس، وخصوصا برضو في موضوع الصيانه ان احنا نفك او نحل المحابس يبقى فيه مسافه. فاحنا اضطرينا ناخد الشغل زي ما جاي على وضعه، ونرجع ناخد كوعين على اساس يبقى في مسافه هنا بين المحبسين. ده كان موضوع السخن حضراتكم، وصرفنا بالطريقه دي بحيث ان احنا ما نكسرش داخل الحمام. فاحنا خدنا التيه من الخارج في ظهر الحمام وخدمنا انه ما فيش سيراميك في ظهريه الحمام. ده كان اول نقطه. النقطه الثانيه حضراتكم عندنا ده المحبس اللي فوق ده خط البارد جاي حضراتكم من طريق المنور، كانت في حنفيه عندنا كده الكوع اللي هو في النهايه هناك، كانت في دي حنفيه بتخدم المنور حضراتكم. فاحنا لحمنا فيها، شلنا الحنفيه اصلا ولحمنا فيها، وجينا بالوصله دي حضراتكم زي ما شايفين كده معانا، دي الوصله دي اللي هي بتخدم خط البارد كده بتخدم معانا، هي دي اللي الوصله دي اللي جايه من جوه كده اللي احنا صورنا لحضراتكم، هي اللي بتتحكم في خط البارد. يبقى كده البارد جبناه من الخلفيه
الحمد لله رب العالمين خدمتنا الحنفيه اللي هي في الظهريه يعني، وما كسرناش في السيراميك. يبقى بالطريقه دي جبنا خط البارد من الظهر، وجبنا خط السخن من ظهر الحمام برضو من الناحيه الثانيه، ما كانش متبلط. النقطتين عملنا عليهم محبسين، وكده نزلنا طبعا بالشغل زي ما شايفين حضراتكم. كده برضو ادينا فرع معانا عشان هنغذي، عندنا حوض هنغذيه برضو بخط السخن. دي كده تغذيه البولي حضراتكم. هنا بتبقى عندنا غساله طبعا، والزاوية دي بتحكم لنا الوزن على اساس يبقى زي نظام كانه الغساله دي كانها خلاط برضو، بتتوزن وتبقى لها وزن حضراتكم، بحيث يبقى شكلها شيك في التشطيب بتاع السيراميك في فينش السيراميك. طبعا ده كده لسه هنستكمل ان شاء الله الصرف. ده الخلاط، عندنا خلاط جداري لطش في الجدار بالنسبه للمطبخ، وده الفلتر بتاع المطبخ. يا ريت يكون افدت حضراتكم، واسف جدا على الاطاله. ولو عجبك او استفدت من الفيديو يا ريت تدعمنا باعجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد باذن الله. ونتمنى لحضراتكم مشاهده طيبه وممتعه وشيقه ومفيده باذن الله على قناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.